طيب وشي يا شباب يعطيكم العافية. العافيه ان شاء الله. يعني حتى لو كان الرتم مو بعاجبني الايام اللي راحت في نزول، ما ادري وش الاسباب، هل لان وصلنا خلاص باقي تقريبا 14 يوم او 13 يوم، وانا اسمي هذا الوقت الوقت الذهبي بالنسبه لكم، لانك الايام هذه ممكن ما تتكرر عليك، ممكن يكون نهايتك في البزنس، ما تستدعى في برامج اخرى، ما يكون لك حظ في قادم الايام في قناه الواقع، فلازم يكون لي بصمه في الايام وفي الفتره الذهبيه اللي انا الان اعيشها. بعدين يقول في ناس انه عشان العدد قليل، هذه ميزه، لما يكون العدد قليل فمعناته اني انا بحظى بفرصه اكبر على الشاشه من لما كان العدد 30، صح ولا لا؟ صح صح. يعني وهذا انا اسميه وقت التجلي، الان تتجلون فيه. يعني الان الفرص بالنسبه لكم اصبحت متاحه من كل النواحي، اولا حضوركم وثقتكم في انفسكم امام الكاميرات اصبحت عاليه جدا، وهذا الشيء اللي انا اشوفه، وبرضه الافكار اللي بالنسبه لكم انا اتوقع انها وصلت الى مرحله النضوج، وشفت منكم برضه اعلاميين متميزين قدموا فقرات وقادوا فقرات وكانوا موفقين جدا. وفي ناس لا، انا ما ادري هل هو معنا ولا خارج البرنامج، هل معناته انه ما تستند لك الفقرات؟ في احد طلب فقره ورفضها الاعداد او شيء؟ يعني انا اشوف ظهور الاثنين او ثلاثه فقط، والبقيه طيب، برضو لكم الحق والفرصه انكم تظهرون امام الناس. يعني انت ممثل قدامك مسرح، انت عندك، انت مقدم قدامك برامج، يا اخي سوي لقاء مع زميلك، شو مشكله؟ يعني لا تنتظر الاعداد، الاعداد مشغول في امور كثيره، لكن انا ما راح انتظر الاعداد، انا الله اعطاني هالكاميرات وهالهواء وهاللوكيشنات، بكره ما راح احصلها هالامكانيات هذه، ومن الذكاء جدا اني استفيد منها، صح ولا لا؟ صح. بكره ما راح تحصل الفرصه، وعلى فكره حتى مشاهدتكم راح تنزل، اذا رحت على حساباتك الخاصه ما راح تكون مثل تواجدك على الشاشه مهما كان الامر. مو شرط يعني انكم انتم، حتى برضو اسماء كبيره واعلاميه اذا ابتعد عن الاعلام تنزل جماهيريته، شيء طبيعي جدا. اذا ما انت مواكب التطورات الاعلاميه وانت يكون لك برنامج واستمراريه في البرامج. فيا شباب ال 14 يوم هذه نبغى نستغلها بكل الطرق. ما نبي لوكيشنات فاضيه ولا ناس تنام على الهواء. يعني حتى المخرج بدا يكتب لكم، ترى ما هي بزينه انه يكتب لكم المخرج انه ما في احد في اللوكيشنات، ما هي بزينه ترى. انتم نجوم واسماء كبيره وجالسين نعدكم عشان تصيرون نجوم، وفي الاخير لوكيشنات انتم نايمين داخل في الغرف، حتى لو في نوم دولوها بينكم ما يخالف. الان فهد انا تعبان اليوم، شيلوا يا شباب البث، ما يخالف، ريح لك ساعتين وتعال انت احرق الدنيا هنا، اشتغل ارجي تراك. هذه الان فيه اكثر الشباب يسالون وش الدورات الاعلاميه اللي ممكن اخذها علشان في المستقبل الاعلامي، افضل دوره اعلاميه اللي انت فيها الان الممارسه. ممارسه الاعلام هي افضل شيء ممكن تحصل عليه، افضل من الشغل الاكاديمي وافضل من اي شيء. طيب نبدا